بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي سنخصصه الليلة للحديث عن 10 آيات من عمل بهن فاز بالفردوس الأعلى. 10 آيات فيها أحكام وفيها إرشادات، من عمل بمقتضاها وعد الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، لا بل يدخله الفردوس الأعلى. ما هي هذه الآيات؟ هي التي جاءت في مطلع سورة المؤمنون، والتي قال فيها المولى جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم. 10 آيات فيها من الأحكام والإرشادات، من عمل بمقتضاها وعده الحق عز وجل أن يكون من ورثة الفردوس، وهو مقام عظيم في الجنة. يروى في سبب نزول هذه الآيات البينات أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حينما كان يأتيه الوحي كان يأتيه كأزيز المرجل، ويبدأ يرتعد ويتصفد من العرق. شهد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن في هذه الآيات النبي الكريم جاءه الأزيز لم يكن مؤلما ولم يكن متعبا، وإنما كان فيه استرواح وكان فيه متعة وبركة. ثم لما زال عنه الوحي قال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. وبدأ النبي الكريم يقول: أكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، دعاء طويل. ثم قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، لما قلت هذا الكلام كله دفعة واحدة؟ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا. كلام طويل قاله النبي الكريم. فقال: قد أنزل علي، قد أفلح المؤمنون. أنزلت عليه هذه الآيات البينات ففرح وسر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقدر القرآن الكريم بكامله، ولكن هذه الآيات كان يعمل بمقتضاها. حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي الكريم ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن، ثم تلت هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام بعجالة نتأمل في مضامين هذه الآيات البينات. في مطلعها ربنا عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون، هذا فيه تنويه من عند الله تعالى وتبجيل وتعظيم وتكريم. قد أفلح المؤمنون، الفلاح، فزتم أيها المؤمنون وربحتم الدرجات العلى. ربنا عز وجل يبشر بسعادتهم ويبشر بفوزهم. قد أفلح المؤمنون، من هم هؤلاء المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة من صفات المؤمنين أنهم يخشعون في صلاتهم. يروى أنه قبل نزول هذه الآية كان الصحابة يصلون مع النبي الكريم وأبصارهم تكون طائشة، بعضهم ينظر إلى السماء وبعضهم ينظر إلى اليمين وبعضهم ينظر إلى اليسار. فحينما أنزلت هذه الآيات صار الصحابة كلهم يبصرون عند موقع سجودهم،
وصاروا يحرصون على جمع كل طاقاتهم وأفكارهم وجوارحهم وخواطرهم للتركيز في الصلاة. إنهم من أهم صفات المؤمنين أنهم يخشعون في الصلاة، أن قلوبهم مرتبطة بالخالق. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. من صفة المؤمن أنه لا يهتم باللغو. ما هو اللغو؟ هو كل كلام زائد لا قيمة له ولا مصلحة من ورائه سوى العبث. والمؤمن منزه عن العبث، لا ينبغي أن يضيع وقته الثمين في القيل والقال وفي مشاكل الناس التي لا يرجى منها خير. فالمؤمن بعيد عن اللغو. ونحن نلاحظ بأن في زمننا هذا كثر اللغو واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى غيرها من الأماكن. فالمؤمن عليه أن يحرص أن يكون بعيدا كل البعد عن اللغو. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون. المؤمن يحرص على أن يؤدي زكاة أمواله، فما فرضه الله علينا في كل سنة حينما يمر الحول ويبلغ المال النصاب نزكي. وقيل بأن الزكاة هنا أشمل من زكاة المال. هناك زكاة العلم، من أعطاه الله تعالى علما أو حكمة فليعلمها الناس، من أعطاه الله سلطة وقدرة ممكن أن ينفع بها الناس فلا يبخل. فالزكاة هي أشمل من زكاة المال، بل وزكاة النفس هي أن تزكيهم، تزكي النفس للبشر. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. من صفات المؤمنين أنه يحفظ فرجه. لماذا ربنا عز وجل ركز على هذه النقطة؟ لأن الشهوة الجنسية قد تكون متحكمة عند أكثر الناس، عندهم رغبة جامحة، ومنهم ليس له رغبة ولكن فقط أنه يريد أن يستهوي فيقع في المحرمات. فمن صفات المؤمنين أنهم يحفظون فروجهم، أنه لا يمكن أبدا أن يقع في المحرم، إلا هناك استثناء، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالزوجة هي تزوجتها على سنة الله ورسوله هي حلال طيب، وكذلك ما ملكت أيمانهم كما كان أيام زمان، كان هناك نظام الإماء ونظام العبيد، فالنظام كان سائدا فكان مباحا في وقته، رغم أن الإسلام وضع مجموعة من التشريعات لكي ينضب هذا الرق ولكي يزول، وقد زال ولله الحمد. فالمؤمن يحفظ فرجه، لا يمكن أن يقع به في أي مكان محرم، إلا على الزوجة أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ربك لا يلومك إذا كنت مع زوجتك أو مع ما ملكت يمينك. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. اللي بحث على تصريف هذه الرغبة فيما دون الزواج الشرعي فأولئك هم العادون. العادون والعياذ بالله، قيل هما الذين ربنا يعاديهم. كل من يقول حرية فرضية، أنا لم أؤذي أحد، الله تعالى يغار على حرماته ولا يحب أن تنتهك الحرمات. ولهذا ربنا عز وجل نصب العداء لمن يتساهل في هذه الرغبة وهذه الشهوة، فأولئك هم العادون. حتى ذكر العلماء أن الذي يقوم بأي عبث بأعضائه التناسلية اعتبرها أيضا من هذا القبيل والعياذ بالله. فالمؤمن يحرص كل الحرص على أن يحفظ فرجه. ولكي تحفظ فرجك غض بصرك، ببساطة من أراد أن يحفظ فرجه فليغض بصره، وربنا عز وجل أمرنا بغض البصر ثم بعدم ترك المجال للفكر والخيال. الخيال الذهني احرص على ألك ترى. فبعض الشباب ربما قد يتساهل عبر وسائل الانترنت اليوم المتاحة في الاطلاع على صور مهيجة مثيرة، ومن ثم يرغب في ممارسة بعض الأعمال السيئة فيقع في المحظور. فمن صفات المؤمنين أنهم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من صفة المؤمن أنه يرعى الأمانة ويحفظ العهد ولا يقع في المحرم. المؤمن الصالح
هو لا يقع أبدا في مثل هذه الأشياء. إذا عنده أمانة لا يضيعها لأنه سوف يسأل. هناك الأمانة الكبرى وهي أمانة العبادة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ضعيفا عجولا. فالإنسان الذي يحمل هذه الأمانة إذا لم يكن على قدر المسؤولية كان مضيعا. هذه يسمى أمانة الاستخلاف. ثم هناك الأمانة الصغرى، أمانة ودائع الناس وممتلكات الناس وأسرار الناس، فلا بد أن تحفظها. من صفات المؤمن أنه لا يغدر، من صفات المؤمن أنه لا يكذب، من صفات المؤمن أنه لا يبدل. هم لأمانتهم وعهدهم راعون. الذي ينقض العهد هذا من المنافقين، لأن المنافق لا عهد له ولا ذمة له. ثم يختم ربنا عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون، يحافظ على الصلاة في وقتها. لاحظوا بأن ربنا عز وجل بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ركز على الخشوع في الصلاة. وانتهت الآيات العشرة بالصفة الختامية والذين هم على صلواتهم يحافظون، أن المؤمن يحافظ على صلاته كما يحافظ على ممتلكاته، بل كما يحافظ على روحه ويحافظ على أبنائه ويحافظ على وطنه، يحافظ على صلاته. إذا جاء وقت الصلاة فإنه لا يعبث ولا يضيع. ما هو الجزاء؟ الجزاء قال الله تعالى أولئك هم الوارثون. أولئك اسم إشارة للبعيد، يعني مقام رفيع عند الله. أولئك هم الوارثون. ربك يعطيهم واحد الورث كيورثوه من عند الرحمن، وذاك الورث خالد. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعظم إرث هو الفردوس. أما الورث اللي ورثتي من عند أبيك وجدك سرعان ما سوف ينتقل إليك، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك فأورثناها قوما آخرين. يتداول الدنيا كلها، واحد ما عنده شي حاجة إلا الفردوس. فإذا أورثها الله لعبده المؤمن كان الخلود الأبدي لا تزول أبدا. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. خلود أبدي لا ينقطع، لا يبغون عنها حولا. جاء في الحديث أن رب العزة جل جلاله حينما خلق جنة عدن وزينها وجملها وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال لها يا جنة تكلمي، تكلمي يا جنة. والملائكة من حول الرحمن مصطفين، فأراد الملائكة أن يسمعوا كلام الجنة. ماذا ستقول هذه الجنة؟ ماذا قالت أيها الأحبة الكرام؟ أتدرون ماذا قالت؟ قالت الجنة حينما تكلمت أول مرة، قالت بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عشر آيات، من قرأها وعمل بمقتضاها على قدر استطاعته كتبت له الفردوس الأعلى وصار من الوارثين عند الله جل جلاله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا بالعبادك الراشدين، واختم لنا بالحسنى، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. أيها الأحبة الكرام، اللحظة حان وقت أذان صلاة العشاء حسب توقيت الدار البيضاء والنواحي. نرفع الأذان ونقوم للصلاة، ثم نعود بعدها إن شاء الله تعالى لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستمتع بأسئلتكم ومكالماتكم ومدخلاتكم. إلى ذكر الحين نقوم للصلاة وابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله تعالى من الجميع الصلاة، ووفقنا الله وإياكم لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة في مساجد الله. نعود أيها الأحبة الكرام ونفتح خطوطنا الهاتفية من أجل أن نتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05 22 88 60
أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52. فمرحبا بكل المكالمات، ونبدأ أول مكالمة من إقليم قلميم مع السي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيداير عمي الحاج كوليبان؟ حياك الله السي الحبيب. بخير وعلى خير. الله يبارك مولاي. الله يطول لنا عمرك. يا أهلا وسهلا بك. وكنستافدوا معك بزاف. العفو مولاي العفو. وتغير شي دعوة ديال الخير وقولوا كل شي مستمعين آمين. يا رحمن يا رحيم. وواحد قبول الوالدة في الحج مشي مسجلها هذا العام. إيه. إن شاء الله في العام الجاي شي دعوة ديال الخير. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريم. ورزقني شي ذرية صالحة. اللهم آمين يا رب. يا رحمن يا رحيم أخوي الحبيب. فرج. مرحبا بكم على التسجيل. يا ربي على الجميع بإذن الله. شكرا لك السي الحبيب على المكالمة ديالك، وأكيد أن الإنسان لا يسأم من دعوة الخير. وما قيمة الحياة إذا لم تكن بالدعاء؟ الدعاء مخ العبادة. إذا كان ربنا عز وجل قال لنا بأن ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن النبي الكريم قال لك والدعاء مخ العبادة. إذا كانت العبادة هي الأساس التي من أجلها خلق الإنسان، فإن الدعاء مخ هذه العبادة وجوهرها ولبها وأساسها. وكل واحد منا يحب المزيد من الخير عن طريق الدعاء، بل إن الله تعالى يباهي بنا الملائكة، يباهي بنا الملائكة لما يسمع دعاء العبيد فيصيرون عباد، نحن عبيد. لكن حينما تدعو الله تعالى ترتقي من مقام العبيد إلى مقام العباد، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن. فنسأل الله الواعد حسن الحبيب، طلب الله تعالى لنا ولك ولجميع المستمعين، اكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. نسأل الله الواحد الأحد أن يرفع مقامنا ومقامكم ومقام الجميع إلى أعلى عليين. ونسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الطيبة يا رب يا كريم في هذه الساعة المباركة. بشر أخينا الحبيب بذرية طيبة مباركة. اللهم يا رب واجعلها سليمة في خلقتها، واجعلها مباركة في سلوكها. اللهم يا رب ويسر لأمه أداء فريضة الحج. اللهم اجعل كل عسير عليها سهل يسير، واجعلها من ضيوف الرحمن هذه السنة يا رب. واكتب لنا وللجميع مكاتب الخير بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. شكرا السي الحبيب من إقليم قلميم، وغنتحاولوا إلى إقليم الراشدية مع لالة عزيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا قريبان. مرحبا بك لالة عزيزة. كيداير لاباس عليك؟ الحمد ربي ونشكروها بنتي. عافية، أنا فرحانة بزاف ملي فات ليا الخط والله. يا أهلا وسهلا بك. أنا أستاذ متطلقة وعندي 21 عام، بغيتك تدعي معايا. الله 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 الله. يستر عليك. وتزوجت يعني قصيرة، وبغيتك تدعي معايا. وبنتي بنتي بنتي عزيزة، كيفاش وقع لك تطلقتي وأنت باقا صغيرة بقي الله في ربيع العمر؟ أنا تزوجت يلاه من 15 عام، زوجتني يعني أختي، يعني ترى مشكلة كبيرة والله. وما كانش الوليد ولا ولي امرك؟ شكون ولي امرك بنتي عزيزه؟ لا كاينين، ولكن هي زوجتي تخبيه عليهم، حيت هي مزوجه لواحد المدينه يعني بعيده، ومشيت انا نقابلها وتقابل زوجتي، فهمتي؟ وشكون اللي حضر لك في الزواج من الذكور؟ حيت العدول غايقول لك فينا هو ولي امرك، ابوك او عمك او اخوك؟ لا، راجل اختي هو اللي تكلف. لا اله الا الله. والعدول قبل انه يكتب العقد؟ آه قبل. أنا أنت بنتي ما قصيرة. لا إله إلا الله بنتي. وخا بنتي عزيزة الله يحفظك. الله يحفظك بنتي. أمي حيت مريضة ليا. الله يشافيها ويعافيها يا ربي بنتي عزيزة. أنا بغيتك تدعي معايا في الضرب، غير سهل عليا، غير بشي ولد الناس اللي يعوضنا على هادشي اللي ضاع. يا ربي يا كريم يا رب. يا ربي يا كريم بنتي عزيزة الله يحفظك. الله يحفظك ويسعدك ربي سبحانه وتعالى. شكرا لك بنتي. لا إله إلا الله. لا اله الا الله. حفظك الله بنتي. كتدخل في قلوبنا الفرحه عرفتي. والله الا كنت نطلق عرفتي كنعيش واحد كنسى كاع داكشي اللي طرا لي خايب. الله يفرج عليك بنتي، انت باقا شابه صغيره.
تبقى مازال مادي في مقتبل العمر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للا عزيزة هذه واحد البنية بقى صغيرة، يعني صعيب زواج القاصرات، بنية بقى يالله عندها 15 سنة، صعيب أنها تزوج في عصرنا هذا. أي نعم أيام زمان كان الزواج متاح للبنات القاصرات في عهد النبوة، هناك نساء تزوجنا على 12-13 سنة وعمرنا البيوت وشاركنا في الحياة، وملي وصلت 18 سنة كانت المرأة فيضة، كانت المرأة عندها واحد القدرة على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نظام الحياة كان بسيط، لم يكن معقد. حتى في عصرنا هذا إذا رجعنا واحد 50 سنة إلى الوراء غادي نلقاو الأمهات والجدات في الغالب كانوا كيتزوجوا على 15 سنة وكينجحوا وكيفلحوا وكيعمروا وكيتبات الغرس. لكن في عصرنا هذا ليس من العبث أن مجموعة من الجمعيات والمنظمات النسائية اللي طالبوا برفع السن القانوني للمرأة، ماشي أنهم أرادوا أن يتحكموا في التقاليد والعادات أو يلووا عنق نصوص القرآن والسنة أبدا، وإنما رأوا واقعا مريرا، الواقع المرير خلاهم أنهم يطالبنا برفع سن الزواج لدى المرأة، لأن الواقع ديالنا أصبح معقد والمسؤوليات أصبحت صعيبة والعلاقات الاجتماعية ما بقاتش كما أيام زمان. كانت البنت ملي كتزوج وهي صغيرة كتدخل وسط الأسرة كتلقى الحضانة، الكل يحتضنها، أمها وخالتها وعمتها والعجوزة ديالها والويسات ديالها الكل يحتضنها. اليوم لا، اليوم كل واحد كيقول نفسي نفسي. فلهذا أي زواج يتم في سن مبكرة كيكون مآله الفشل. البنت خصها تتأهل تعرف المسؤولية ديالها وتوعى بالواقع ديالها وتعرف الحدود ديالها، ولا بد أن يكون هناك ولي الأمر. لماذا سألت هذه البنية عزيزة من زوجها؟ خص ولي أمرها. احنا عندنا في الحديث النبوي الشريف لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني لا زواج صحيح إلا بولي. من هو ولي أمرها؟ هو أبوها، لأن أبوها يخاف عليها. إلا ما كانش الأب أخوها الأكبر، ما كانش الأخ الأكبر عموها خالوها أحد محارمها غادي يخاف عليها. ربما الزواج اللي تم سريع وكانت في حسابات معينة والبنية كانت ضحية. بغي نقول لك بنتي عزيزة، رغم لو أردنا أن نحلل ونناقش الأسباب والكيفية ونتائج، كل هذا لا ينفع الآن، اللي أعطى الله أعطاه. اللي غنبغي نقول لك بنتي، اعتبري أن الذي وقع هو قضاء وقدر مبرم، ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تبقاش تزعجي نفسك أو تلومي نفسك أو تعاتبي الآخرين لماذا وقع. لا تقولي كيف جرى ولا لما جرى، ما وقع وقع، لأنه كان في علم الله وفي سابق علمه الأزلي. اللي وقع وقع انتهى، نسوا الماضي ما نفكروا فيه، إلا ندير واحد الالتفاتة صغيرة من أجل أخذ العبرة والعظة، وإلا نعيش الحاضر ونفكر في المستقبل. الحاضر بنتي عزيزة هي احرصي على أن تؤهلي نفسك، الحياة صعبة بنتي والحياة فيها مسؤوليات، أهلي نفسك. نأهل نفسي بماذا؟ نقرأ، نتعلم، نعرف. تواحد يقول اليوم المعرفة ما كيناش، متاحة المعرفة، عندنا مراكز ديال التعليم، عندنا مراكز الرعاية الاجتماعية، عندنا مراكز التنشئة، عندنا دور الشباب، عندنا جمعيات تاع المجتمع المدني كيستقبلوا البنات، كيعلموهم الخياطة، يعلموهم الطرز، يعلموهم صناعة الحلويات، يعلموهم بزاف ديال المهن اللي ممكن تكسب بها قوت يومها، وكيعلموها الوعي. اللي ما عرف من تعلم يدخل الانترنت، مباح المعلومات على قارعة الطريق. أهلي نفسك أولا ثم استفيدي من التجربة الماضية. وبيني وبينك بنتي، الإنسان واخا يبقى يستفد يشبع، القضية كلها قضاء وقدر. لهذا غنصحك دائما في صلاتك قولي اللهم اكتب لي مكاتب الخير. راكين فعلا دكتورات ومهندسات وطبيبات وربنا طائرات، ومع ذلك فكروا وقدروا وتزوجوا في شنو، بل قاضيات وتزوجوا في شنو. القضية غير مرتبطة بالتحليل وبالمنطق ولو أنه مهم، لكن القضاء والقدر فوق كل شيء.
اللي انا بغيت نقول لك بنتي استعيني بالقدر، ونحن هذه الايام المعظمه في شهر شعبان وعلى باب النصف من ليله شعبان، هذيك الليله المباركه اللي كتكتب فيها الاقدار من جديد. ربي عز وجل غادي يعاود يكتب سيناريو جديد لكل منا. دعي الله تعالى كثير انه يختار لك من عنده. ديما قول يا بنتي في دعائك: اللهم اني لا احسن الاختيار فاختر لي من عندك، اللهم اني لا احسن التدبير فدبر لي شؤوني من عندك، وربي عز وجل غادي يقضي لك الغرض. ما تنسيش يا بنتي في كل صباح قولي الدعاء المأثور 3 مرات، قولي فيه اللهم اني قولي فيه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اقض لي امري كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذا الدعاء مهم، ربي عز وجل ما يخليش الغفله تدوز عليك، ما يخليش شي واحد يقدر يستغلك، ما يخليش شي واحد يقدر يديلك رزقك، كتبقى في حمايه الله ولو في الغفله، في الغفله انت غافل، ربي كيحميك. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اللهم اقض لي امري كله او اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. اسال الله الواحد الاحد الفرد الصمد. بنتي عزيزه الله يرزقك العز والنصر والتمكين، واسال الله الواحد الاحد ان يختار لك من عنده زوجا صالحا مصلحا مباركا مرضيا مهديا، واسال الله تعالى ان يعوضك خيرا مما ضاع. دائما بنتي عزيزه ما تقوليش ضاع لي شبابي ضاع لي عمري، لا ما ضاع والو، خير الى الامام. عمر المؤمن يقول ضعت، الخير الى الامام. وكاين قانون التعويضات الالهيه كيعوضنا مولانا عز وجل بالارزاق وبالفتوحات والكرامات والعزه والكرامه. تسميتك عزيزه، ديما قولي يا عزيز يا عزيز، من اللي تضيق بك بنتي عزيزه قولي يا عزيز يا عزيز، كيعطيك الله العزه ويحميك من الحقره. اللي بغي يحقرك او يستغلك، حد انت شافك بنيه وصبيه ما يقدرش يحقرك. الا قلت يا عزيز يا عزيز، عزة الرحمن وجلال الرحمن يحفظك ويألأك. أسأل الله تعالى أن يسعد قلبك، اللهم آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من الراشدية إلى إقليم أسفي مع للا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور كريبان. مرحبا للا. أنا دكتور داراني واحد القرشوطة ما قادرش تنهضر. الله يشافيك للا. ديما دكتور كضرني والله العظيم، دائما على يومين ثلاث ايام كترجع لي الحال، ما عرفتش ما عرفتش ماني. ولا لا مشيت عند الطبيب؟ ما مشيت حتى شي طبيب، ما مشيت عنده والله العظيم يا دكتور، حالتي في الضعف وكل شيء سبحان الله العظيم ما عرفتش ماني. الله يشافيك ويعافيك لالا. انا يمكن نهضر معك يا دكتور مره مره. اي عقلت عليك لام محمد، الله يحفظك وليدك لالا. انا دكتور المهم الحبيبه عندي لاباس هنا عندي مع وليداتي جات عندي باش تزورني. اييه. وهي ديما ساكنه الامنيه تاعها تقول يا بنتي عيطي للدكتور كريبي يدير لي دعايه وديات الخير باش وليداتها يحلوا فيها، وباش واحد الولد من نهار اللي دفن من نهار اللي دفن با عمره دكتور ما بقاش عندنا دوكا طالع 8 شهر. لا اله الا الله. ديما كتبكي بالليل وبالنهار وعابرك وتبكي وتقول لك ولدي ما بقاش عندي، ما عرفنا من الله ما عرفنا من العبد ما عرفنا من مارته ما عرفنا، الله اعلم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى مارته يعني دوكا هاد العطله دكتور دازت وعمره ما جا عندها ولا هي ني ولا بالتليفون كيتصل. كيهضر بعد مره في التليفون ولكن المهم بحال اللي تاهي غضبت عليه ما بقاش بغات تهضر معاه، قالت لك لا هو خاصو يجي عندي. خاصو يجي ضروري. قالت لك هو ما خاصوش يدوي معايا في التليفون، ما بقاش باغي ندوي معاه، باغي يجي عندي. شوف. هي تشوفو تشم ريحته وتشوفو بعينيها وتعنقو هي لالا. هي قالت لك زعما كاين واخا ما كاين هو ما كان عمره ما جاب لها شي حاجه، ولكن هي تاهي راه حقها كما كنقولوا حنا واجب عليه. اياه بنتي. الحق ديالها راه تاهو راه خاصو يعطيها الحق ديالها. لا اله الا الله. وكيبقى فيا الصراحه ملي كيبدا يقول لي اختي راني ها واقع ليا واقع ليا كنعذرو، ولكن كاين اللي مغلوب على امره. وي انا كنعذرو كيبقى فيا وكيقطع لي قلبي، وكنت نعاود نرجع لامي نقول لها عافاك امي انت غير سمحي لي وعذريه، وراه مشاكل عنده وراه مع مرته ديما تا هو مخاصم وما تعرفش داك الشيء كيفاش، واش مخاصم معاه ولا لا. اله الا الله. لا اله الا الله. دكتور كريبان. نعم بنتي. هاد السيد الطفله اللي عيطت لك دابا. اييه. بحالها بنت خويا بحالها دابا لها راجلها لوحة وحده اكثر من 3 شهور هادي. هي باقا صغيرة في الزواج. وباقا صغيرة دكتور، مشات تزوجت مسكينة ما ولدتش مع 3 سنين ما ولدتش، قالوا لها ما كتولدش، جاوا لها عمرهم ما تولوا فيها ولا قالوا لها واش تميتة ولا حية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ما عرفتش أنا هاد الناس اللي كيديروا بنات الناس بحالكم، ما عرفتش علاش كيديروا بحالكم. ما عرفتش. هما عندهم البنات راه كما تدين تدان. أنا دكتور والله العظيم لا عندي بنيات وعدت كنقول يعني من الأحسن كاع بنادم يخلي بنياته غير حداهم ما يتعدوش هاد العذاب.
ليلى سلوة الله في ارضه. يعني اختي حتى هي معذبه مع راجلها، يعني اللي كتشكي عليا كما كنقولوا حنا، واخا بنادم يعني الله هذا على طالع لي، ولكن اللي كنسمع داك المشاكل ديال اختي وكنشوف بنت خويا مليوحه وكنشوف هاد الناس اللي كيتصلوا، حق الله العظيم الا قلبي كيتقطع بعض المرات كنبكي وكيقطع عليا الضيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بغيتك دكتور دعي لي مع بو اللي ميت السكين، راه ما عمرني ما نسيته دكتور، وبحال الله يرحمه. توحشت يا دكتور، توحشت بو بزاف. لا اله الا الله يا ربي يا كريم. دعي لي مع وليداتي ومع هذا الراجل باش يولي يصلي، تاهو ما كيصليش. لا اله الا الله. مع وليداتو يعني كما كنقولوا حنا غير خدمه غير مؤقته، لا جلس طلب معاشو. لا جلس يا دكتور غنجلسوا حنا كما كنقولوا حنا. اي لا لا. فهمتي؟ ودعي يا دكتور مع جميع أمة محمد ومع أمي صلى الله عليه وسلم. ربي يطول لي في عمرها يا رب. عندي اسمح لي يا دكتور راني الصوت ديالي دارني بزاف. العفو 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 اختي، العفو العفو. لا ام محمد الله يشافيك ويعافيك. اه دكتور كريبان. نعم لالا. انا دكتور بعض المرات احد السؤال كنبغى نسولك دائما كتجيني بحال كتجيني شويه حشومه. ما كاين بس لالا، لا حرج في الدين. لا بحال اللي قلنا مثلا كنكون كنصلي وكننسى ديك البريكه بحكم ديال اللي كنشعلوا بها النار، فهمتي؟ اييه. بحال اللي كنسى في جيب ديال شي بيجامه ولا شي حاجه. اييه. وكنقول واش حرام ولا حلال، يعني بعض المرات كنساها وكنصلي بها، كنقول روح معاها هي عافيه. اييه. يعني ما مزيانش ولا شي حاجه. واخا لالا نجاوبك باذن الله. لا اله الا الله. شكرا لك، شكرا لك لالا ام محمد. وهذا الجواب على السؤال الاخير هذا دليل على قوه ايمانك ويقينك. راه الانسان ملي كيفكر في الجزئيات اللي عندها علاقه بالدين معناه انه عنده قوه الايمان وقوه اليقين. كاين الانسان اللي ما يفكر كاع عنده زي ناقص بحال، ولكن المؤمن من صفاته انك يبقى باله مشغول مع الجزئيه ديال الدين، لانه بغى يؤدي الامور صافيه ونقيه. لالا قضيه البريكه هي طاهره، واخا بان هي فيها الغاز وبانها كنشعلوا بها البوطا، ولكن الا نسيتها في الجيب ديالي وانا كنصلي راه هي طاهره. اشنو اللي ممنوع ليا في اثناء الصلاه؟ هو كل ما كان نجسا، الحاجه فيها حشكم، فيها تبول او غائط، هذاك هو اللي ممنوع. اما دون ذلك فهي امور عاديه، في جيبك فيه السوارات، فيه الحقيبه ديال النقود، فيه اي متاع اخر، ما دام ليس فيه نجاسه اللي هي بول او غائط فكله مباح، امر مباح. وهذه القضيه ديال البريكه راه سببها لالا ام محمد راه غير من تلبيس ابليس. ابليس ملي كتكون كتصلي، حنا كما ذكرنا في اول الحلقه، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ربنا عز وجل امرنا بالخشوع في الصلاه، ولكن ابليس كيبغي يفكرنا في اي حاجه اللي هي تافهه، وفي اثناء الصلاه كيحضرك يقول لنا فكروا ودبروا باش يقطع لنا منطق التفكير. فنسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم الخشوع في الصلاة وفي العبادة وفي الطاعة بفضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. لالا أم محمد، المشكل اللي عندك في الحنجرة هذاك لابد تشوف الطبيب. إلا شق عليك الأمر، العلاج ديال الحنجرة سهل، شوية ديال العسل الحر كان نستعمله مع الماء الدافئ، وكان نسرطه ما نبلعوش دغيا، نخليه واحد الهنيهة في البلعوم ديالي. العسل الحر راه شفاء، راه الناس اللي عندهم المشكل ديال الحنجره ربما عنده حساسيه، ربما عنده جروح او تقيحات او غير ذلك، فيستعمل شي شويه ديال العسل الحر ونبقى نمضغوب شويه عاد ويبقى في القرش ده واحد اللحظه، وغادي يوقع الشفاء الكامل باذن الله تعالى. نخلطه مع شويه المسخون ويكون ان شاء الله الشفاء الكامل باذن الله. ومزيان نقرا فيه شي بركه ديال القران، لأن الشفاء كيوقع بالمواد المذكورة في القرآن العظيم، من بينها الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكذلك عدنا الزيت والتين والزيتون. الزيت أيضا كنستعملوا فيه القرآن الكريم كيكون فيه الشفاء. وأيضا العسل فيه شفاء للناس، العسل مذكور في القرآن الكريم في سورة النحل. هذا كلهم مواد طبيعية مذكورة في القرآن العظيم، إذا خلطناها مع بعض الآيات المباركة واستعملناها للشفاء ركن البركة. راه العلاج دائما كيكون بالمواد الكيماوية أو يكون بالجراحة أو بالأدوية الطبية اللي كتباع في الصيدليات. وأيضا لا ننسى كاين هناك الدواء بالبركة، باش بالبركة تكون فيك صدق النية وحسن التوجه إلى الله تعالى، ربي يشافيك. حنا كنشوفوا منظمات مسيحية
عندهم دين مسيحي اللي هو نسخ، ومع ذلك كتلقى فيهم قوة اليقين والإيمان وكيوقع الشفاء. كتشوفوا بوذيين في وهندوسيين كاينين في شرق آسيا، كتلقاهم في جنوب شرق آسيا عندهم الديانة البوذية والهندوسية، كيديروا مجموعة ترانيم لمرضى وكيتشافوا. شنو هو السر؟ قوة اليقين. ملي كدير قوة اليقين في الشيء يوقع لك الشفاء. فما ظنك إذا كان يقينك صادقا، كان يقينك مرتبطا بالله. هادو ديانات باطلة ومع ذلك تلقوا الآثار الإيجابية بقوة اليقين. فما ظنك إذا كان يقينك مرتبطا بعقيدة صحيحة وبكتاب منزل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله يشفيك للا أم محمد، و كنطلب الله سبحانه وتعالى يهدي الاخ ديالك، لان الاخ ديالك راه مرتكب واحد تفريط عظيم. زياره الوالدين مهمه واساسيه واجباريه. الوالدين ماشي محتاجين منا فقط مكالمه هاتفيه، ماشي محتاجين منا فقط مواسات، الوالدين محتاجين منا اكثر من ذلك بكثير جدا. محتاجين انك تزورهم في كل وقت وحين، وتجي محمل بالهدايا، وملي تدخل عند الوالدين تبدا بالعناق وبالقبولات، تبوس الراس تبوس اليدين، وتحسسهم بانك انت في خدمتهم على طول. راه الام خصوصا الام، مازال الاب اعطى الله القوه، الاب برزقه بكتافه يقدر يكون مستغني، لكن الام كتبقى دائما واحد المخلوق لطيف خاصه العنايه والرعايه. الاخ ديالك راه مفرط واحد التفريط كبير، ارجو ان يكون في الاستماع. واقول له يا اخي الفاضل، اي مبرر قدمته لا يشفع لك، لا بد ان تزور امك. شكون هذا اللي غادي يمنعك من زياره الام؟ واش الزوجه؟ لا يمكن. واش الباترون؟ لا يمكن. واش الا اذا كنت مسجونا وراء القضبان. اما غير هذا فلا بد ان تزور امك يا اخي الفاضل وتطلب من السمح. وغنقول الام ديالك التمسي لابنك 70 عذرا. شوف الغائب عذره معه، رغم انه لا عذر له، ولكن تيا التمسي له عذرا وقل يا ولدي لحمي ودمي، اللهم يا رب اهده ورد به ردا جميلا. كذلك للا ام محمد، حنا كنتاسفوا للواقع ديال بعض الزيجات اللي كتتباء بالفشل، تبوء بالفشل في اول وهله، وخصوصا البنات الصغار. كتمشي للمحكمه كتلقى مجموعه ملفات تاع الطلاق، واحد الكميه كبيره بنات عندهم 18 سنة 20 سنة 24 سنة باقين في ربيع العمر، تزوجات وطلقات وسالت الخدمة كلها، السوق سالة والخيام طاحوا. هذا مشكل كبير. هذا المفروض حنا في مجتمعنا المغربي، المجتمع اللي كنفتخروا به، مجتمع أصيل، مجتمع عنده جذور عميقة في التاريخ، مجتمع متمسك بتقاليده وعادته الطيبة، مجتمع فيه الدين راسخ، مجتمع اللي فيه الشعب مبارك. يعني ليس من الـ من الـ من الـ من العيب ان نجد ما نجد، من العيب ان نجد هذا النسبه ديال الطلاق مرتفعه، خصوصا في هؤلاء البنات الصغيرات. اي واحد تزوج مع بنت الناس يعتبر بان هو عنده خواتاته، وحتى هو غادي يكون عنده بناته، وحتى هو عنده الاناث في العائله ديالو. فكما تدين تدان، احذر احذر ثم احذر. عندك تسحب الاعتداء على الولية سهل، راه ممكن تأدي الولية، تقول ندي ولية ونجيب ولية، انت قوي، انت عندك المال وعندك الجاه وعندك السلطة وكلمتك مسموعة، وشكون غيقد عليك؟ انت قوي كتستقوي بمن حولك. وعندك تغلط، راه الفلك يدور والسويع بدالة، راه ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. بنات الناس ماشي لعبة، ملي تجيك بنت الناس بين يديك احسن اليها، تعامل معها بلطف، انصحها، ارشدها، وجهها للعائله، يعاتبوها يوبخوها، ولكن لا تتعجل الطلاق، لانك كتطلق البنت كتجني عليها وكتسبب لها واحد الصدمه خطيره جدا. بعض الرجال كيقول لك تمشي مره نجيب مره، عندك انت سهله، ولكن واش عرفتي مقدار الاذى التي لحقت بهذه البنت هذه؟ راه بحال شي طير كسرت الجناح ديالو او ذبحتي نص ذبحه وخليتيه كيتركل وانت مرتاح. أيطيب لك الحياه بعد ذلك بعد ان تجد تكون سببا في تعاسه الاخرين؟ خاص مالين العقول هما يدخلوا. ملي هاد الشاب طلق هاد البنت بقى صغيره،
راه ماشي اللوم عليه فقط، اللوم على والديه في دوم العائله. حنا في المجتمع المغربي الانسان ملي كيبغي يتزوج ماشي كتزوج فتاه مع فتاه، ماشي راجل مع امراه، راه عائله مع عائله. ملي العقول كيكونوا حاضرين، ملي كيوقع الطيش عند الشباب الصغار الكبار في السن كيدخلوا وكيطفيوا الغضب وكيجمعوا الشمل. ما خاص كل واحد فينا يسد عليه بابه ويقول ما شغليش، لا حنا شغلنا، كل واحد شغله. راه عندنا في الدين ديالنا واحد المبدا اسمه مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه. خاص كل واحد فينا يدخل، ما نقولوش حريه فرديه، ما نقولوش الفردانيه وكل شيء تتعلق من كرهها وكل يصوت على قبالته، لا نقولوا ندخلوا. كل واحد فينا شاف واحد العويجاج يدخل ويقول هذا عيب، هذه حشومه، وشحال من واحد خاصو غير يدخل. اللي كيقلب على شي كبير في العائله اللي يسمعوا شي كلام اللي ربما يعاتبوا ويكسر نفسه، ولكن ما كاينش، كتلقى كل واحد كيلغي بالغاه، وهذا مؤسف للغايه. نطلب الله تعالى يهدي النفوس ويصلح القلوب ويجمع الشمل. لالا ام محمد الزوج ديالك رجل مكافح يقلب لقمه العيش، وكلنا كذلك، كلنا طالبين معاشه، لكن اذا كان لا يصلي انه على عتبه باب خطير. اذا كان لا يصلي، هو زوج كما ذكرتي، زوج مبارك، زوج صالح، زوج مكافح، زوج يعرق من اجل لقمه عيش اولاده، كل هذا يحسب له وعنده أجر وثواب عظيم. لأن الرجل اللي كيخرج من الصباح ومشي يخدم باش يجيب لقمة العيش الحلال لأسرته وأبنائه، راه كل حركة وسكون عنده فيها أجر وثواب عظيم. لكن إذا كان لا يصلي، شكرا، العمل باطل. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللي ما كيصليش واخا يدير اللي دار، غادي يمشي يتصدق، غادي يحسن للناس، غادي يدخل بخيط ابيض، غادي ينفق على الاخرين، غادي يخلقهم بخلق حسن، هذا عمل جليل كله، ولكن ما كيصليش. اش قال لك الله عز وجل؟ قال لك فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كلشي كيضيع. ربي كيحضرنا في القران العظيم كيقول لنا بان من نزل جهنم من اللي كيسولهم الله يحفظنا واياكم الملائكه، كيقول لهم انتوما باينين كنتوا طيبين في الدنيا، كنتوا في الدنيا ناس نضاف، ناس مسالمين، ناس متعايشين، اشناهو اللي خلاكم تجوا النار؟ ما بيناش عليكم. فكيجاوبوهم اش كيقولوا؟ يقول الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا الملائكه، قالوا ما سلككم في سقر، سقر هو واحد المقام عميق في النار. قالوا ما سلككم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والعياذ بالله. أول مبرر غادي يقولوا قالوا لم نكن من المصلين. فلا أم محمد، أنت لابد مطالبة له، لا أنك تنصحي الزوج ديالك وأبو أولادك، قولي ليه لابد خصك تصلي، الصلاة عماد الدين، وحنا على أبواب رمضان من دابا من دابا، راه السكارى والمخمرين في هذا الشهر راه بداو كيحيدوا، ما بقاوش كيشربوا. واحد العداد ديال المخمرين عارفين بان الخمر كيبقى 40 يوم في البطن، من دابا ما بقاوش كيشربوا، بل بعض الحانات اللي عندها ارباب ديالها من الحياء اللي فيهم نزلوا الريدو، بل مجموعه ديال المطاعم اللي هي مصنفه من 5 نجوم بداوا كيحيدوا الخمور من المقر ديالهم احتراما لرمضان. حنا على ابواب واحد الشهر الفضيل، من دابا نستعدوا، نتوب ليتوب الله علينا. أسأل الله الواحد الأحد أم محمد الله يشفيك ويعافيك ويحفظ لك الميمة، الله يعطيها الصحة والعافية والبركة، الله يحنن قلوب وليداتها عليها ويجمع الشمل ديالكم. وأسأل الله تعالى أن يسعد قلوبكم ويدخل عليكم هذا الشهر الفضيل بالرحمة والمغفرة والتواب وجمع الشمل والرزق الوفير والصحة والعافية والسعادة الأبدية. ولكل من قال آمين اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. ونبقى أيها الأحبة الكرام مع هذا الفاصل القصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ونستقبل المزيد من المكالمات.
اللحظة نتحول من إقليم أسفي إلى إقليم القناطرة مع للا نجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سي كريبان، أنا فرحانة بزاف باش ديا الخط. مرحبا للا نجاة. بارك الله فيك سيدي، وأنا بغيت كدوي ليا مع واحد جداتي مات الله يرحمها، كانت عزيزة عليا، هي اللي مربياني. لا إله إلا الله. هي اللي مربياني وحط عليها كبده بزاف وخلات عليا البلاصه فاش مشات. الله اكبر. عافاك. وبغيت كد ايام هالوالده ديالي، حتى هي مريضه، راه فايت عيط لك، مريضه بالسرطان. لا اله الا الله. وبغيت كد ايام مع بنتي يعطيها النجاح يا رحمن يا رحيم، ودعي لي مع راجلي وانا وتعطينا صحتنا يا رحمن يا رحيم. وراني فرحانه بزاف حيت نهضر معاك. الله يفرحك بدخول الجنه للا نجاة. بغيت النمره ديالك، بغيت نعاود لك شي حاجه كضرني وما قدرتش نقولها دابا. لا اله الا الله يفرج عليك. لا الا قدرتي تعطيني النمره ديالك نعيط نقول لك شويه مسائل شخصيه ديالي ديال العائله وداك الشيء، بغيت نعاود لك. مرحبا اختي نجاة. مرحبا اختي، انا غندوزك للستوندار ان شاء الله يطواليك ونتوسطوا فيما بعد. الله يفرج عليك اختي نجاة. لا اله الا الله. للا نجاة اختي، راه هكذا الحياه، ربي عز وجل ملي خلق لنا الحياه خلق فيها كفاح وتعب وشقاء، وأيضا فيها متع. المتع في الحياة هي كثيرة جدا، لكن أحيانا لا نكاد ننتبه إليها. شوف ماذا قال لنا الله عز وجل، قال لك الله تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه. تسمع غير هذه الآية كتسمعها كتعرف مقدار النعيم الإلهي. وآتاكم من كل ما سألتموه، اللي بغيتي أعطاها لكم. وفي قراءة أخرى وآتاكم من كل ما سألتموه، أعطانا كل شيء. فالحياة أصلا هي جميلة وفيها نعيم وفيها كرم وفيها رحمة، ولكن عندنا واحد دائرة صغيرة فيها نكد وفيها كفاح وفيها متابرة. النفس البشرية تكاد تغفل عن كل النعم اللي هي محاطة بنا، ويتم التركيز على الأشياء اللي هي مؤلمة عندنا. مثلا إذا مات لنا واحد من المقربين كان شعر بسواد يغمر الوجود، وحنا نسينا بأن الأحياء اللي معنا لا يعدون ولا يحصون، عطاء غير مجدود من عند الرحمن. كي كل إنسان مثلا أصيب بمرض واحد نهار أو يومين أو أسبوع ونسي بأن العمر بكامله لطالما صحيح سليم يلعب ويرتع. إنسان ربما مشات لي واحد الفرصة ديال الرزق وينسى أنه يا ما أكل وشرب ويا ما رزق من أرزاق كثيرة. هكذا جبل الإنسان، هكذا فطر بنو آدم. خيرات ربي كثيرة لكن الابتلاءات ضيقة، فحينما نصاب بهذه الابتلاءات ماذا عسنا أن نقوم بإزاءها؟ ربي عز وجل وضح لنا هذا الدستور في جميع التفاصيل. قال لنا إزاء هذه الشدائد هي أصلها مقر للابتلاء، والابتلاء هو للاختبار وللارتقاء. فملي ندخل لديك الدائرة ديال الشدة كنقول مع راسي دخلت إلى دائرة الابتلاء، والابتلاء هو اختبار أريد أن ربي عز وجل أراد أن يضعنا في موضع الاختبار الامتحان، والامتحان من المحنة، ومنه إذا نجحت كان الارتقاء، الارتقاء السريع في الدرجات العلى. كل ما في الأمر هكذا، الحياة بسيطة جدا. كل ما يصيبنا من ابتلاءات وشدائد وصعوبات إنما هي اختبارات وابتلاءات غايتها الارتقاء. الصالحين كيقول لك الأمراض والابتلاءات، يقول لك نقاء وارتقاء، نقاء وارتقاء. ما معنى نقاء؟ نقاء من الذنوب والخطايا. كل ما قمت به من ذنوب وخطايا وتفريط مسجل عليا، حينما أصاب بالابتلاء الشديد نقاء، أتنقى، تتحت عنك ذنوبك كما يتحت الورق اليابس عن الشجر. بحال واحد قطعة ذهب أو حديد فيها صدأ، أش كنديروا ليها؟ كنرميوها في النار تحترق بالنار لتعود سبيكة من ذهب لامعة. هكذا الابتلاء نقاء وارتقاء. إذا كان عندك الذنوب راه نقاء، ما كان عندك ذنوب راه عندك ارتقاء، تصعد إلى الأعلى. ففي كل الحالات نحن رابحين، احنا ما عندناش الخسارة. المؤمن ما عنده خسارة، إلا ربح نعمة وإلا خسر نعمتين. كيقول العارف بالله ابن عطاء الله السكندري، كيقول لك العطاء من الله عطاء
والمنع من الله عطائين. العطاء من الله اللي عطانا مولانا راه عطاء كرم، الحمد لله منك يا ربي وشكرناك، لكن المنع عطائين، لأن الله تعالى يباهي بك الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي، انظروا إلى أمتي، منعته وصبر واحتسب. غنعطيه في الأول الأجر ديال المنع، ونعطيه في الثاني الأجر ديال الصبر، عطائين الرتبة مضاعفة. وكل خير لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. لا لا نجات، دابا الجدة، نبدأ بالجدة. الجدة التي انتقلت إلى رحمة الله الواسعة، أكيد أن الموت فراق، وربي سمى الموت مصيبة، أو أصابتكم مصيبة الموت، لأن الكبدة كتحرق، الفراق صعيب. لكن بالمقابل غنقول بأن الجدة ديالك الحمد لله عاشت عمرها ثم ودعت بعد أن أنجبت وربت وأحسنت، هنيئا لها، دوزت حياة جميلة حتى صارت جدة. الآن هي تركت أحباب هنا وتلتقي بأحباب هناك. هل تعلمين بأن أمواتنا من اللي كيموتوا وحنا قبل ما نخرجهم من باب الدار، العائلة كتبكي وكنقلبوا على الكفان وكنقلبوا شكون اللي غادي يغسل وكنقلبوا على الموائد باش نستقبلوا الضيوف وكنقبلوا على الإجراءات الإدارية عند مركز حافظ الصحة والأمبيلونس والقبر، حنا مشغولين. لكن ديك الساعة الميت اش كيقول؟ كيقول ويحكم ويحكم، أسرعوا بي أسرعوا بي، فرحان. علاش؟ لأن رفع عنه ستار الغيب ويرى أحبابه الذين سبقوه بالإيمان كيلقاهم في الدار الآخرة في البرزخ. الجدة دي غتلقى مع والديها، وغتلقى مع الأجداد ديالها، وغتلقى مع الأخوال والخالات والأعمام والعمات، وغتلقى مع الصديقات والجيران والأحباب كلهم في انتظارها. راه المؤمن والمؤمنة من اللي كيموت كتلقى الأحباب دياله في البرزخ ينتظرونه ويستقبلونه مثل العروس ليلة خدرها، ليلة زفافها في خدرها. فلو نظرنا من هذا المنظار غادي نلقاو بأن الجدة لقد قامت بواجبها ونجحت في مهمتها ثم ودعت، لكن الفراق صعيب. وفين مشات؟ مشات في ضيافة الرحمن. عند من؟ عند إله اسمه الرحمن، اسمه الرحيم، اسمه اللطيف، اللي قال لنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المؤمن اللي كيموت راه الملائكة في السماء كيقولوا له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الجدة الآن راهي منعمة، هي لا يهمها أنكم تحزنوا وتبكيوا، لن ينفعها. اللي غينفع الجدة ديالكم الآن هي بغت منكم الدعوات الصالحات والصدقات والإحسان، هذا غينفعها، لأن هي في واحد المرتبة غتزيد في مرتبة عليا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شوف الدين العظيم ديالنا دائما كيفتح لنا باب الأمل، ما كاينش باب النهاية، ما كاينش إغلاق الباب أبدا، هذا غير موجود في الدين الإسلامي. كتقرأ القرآن العظيم طولا وعرضا، كتقرأ السنة النبوية الشريفة كلها، ما كتلقاش شي حاجة كتسد الباب، ديما الباب مفتوح، ديما الأمل. إذا مات ابن آدم هو مات انتهى، لكن ربي قال لك لا، قال لك إلا من ثلاث، باقى مازال ثلاثة النوافذ، ثلاثة ديال الأرصدة، ثلاثة ديال المسارات مازال مفتوحة، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الجدة الآن محتاجة منكم الدعوات الصالحات، ادعوا لها بالرحمة بالمغفرة، نتصدقوا عليها بالمال. حنا على أبواب رمضان، كاين فقراء كاين مساكين، نقلب عليهم ندخل السرور والبهجة إلى قلوبهم، وكتكون رحمة على الوالدين والأجداد. ما عنديش المال نتصدق بعرق جبيني، نتصدق بيدي، نخدم مع هذا ونهز مع هذا ونعاون هذا، ويقول يسير الله يرحم الوالدين، هي صدقة بالجهد العضلي. أعطاني الله حكمة ولا علم، ونقول للناس بلغوا عني ولو آية، نتناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ساعة الصديقات ديالي نقول لهم أجي نقرأ القرآن، أجي نصلي، وأجي نديروا كذا، كلمة طيبة، وخا ما عارفين تقدر تكون السيدة اللي غتنصحيها أو الجماعة اللي غتنصحيهم حسن منك في المعرفة، عندهم المعرفة، ولكن خاص التناصح. راك تلقى مجلس فيه علماء حافظين كتاب الله كامل، وحافظين المتون، وحافظين المصادر، وحافظين، ولكن كيغفلوا ملي كيجي واحد ما قاريش وكيذكرهم كيستيقظون
واحد مرة كنا في واحد المكان في رؤساء المجالس العلمية غير الشخصيات الكبار، شكون اللي قد عليهم؟ عندهم العلم وعندهم القرآن الكريم حافظا وعندهم السنة النبوية وعندهم الكتب وعندهم تبارك الله الخير كله العلم كله، ولكن جاء واحد سيد بسيط جدا كيبيع وشري غير في الفراشة في واحد المكان، حضر معه في المجلس وقال واحد الكلمات خلى واحد رؤساء المجالس العلمية كيبكيو. واحد السيد صديق اللي كنعرفو بدا كيبكي، قال لي هذا الراجل الكلام اللي قال لي حافظه مزيان وعافو بالتوثيق، ولكن لما خرج من قلبه أصاب كبدي وبدت عيني تدريفاني بالدمع، لأن محتاج الإنسان اللي ينصحه، محتاج كل واحد منا. علاش ربي قال لنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ هذا كله حسنات نديرها ونويها للفقيد ديالي، وربي غادي يرحمه برحمة واسعة ولك مثل أجره. لالا نجاة، الله يشفي الوالدة، إلا عندها سرطان ما تخافيش، الحمد لله دابا العلاج ديال السرطان ولا قوي، هناك ترتيبات في العلاج الكيماوي وهناك العلاج أيضا بالنظام الغذائي، راه كاين واحد الخبراء مهتمين بالنظام الغذائي ببعض الأعشاب الطبية السليمة، وكان عندهم سرطان وتم العلاج من بينه، علاج بسيط جدا. ما هو؟ من غير العلاج بالرقية بالقرآن العظيم، العلاج بالماء، العلاج بالماء. لقاو بعض العلماء أننا نأخذ واحد الماء ساخن، ماء نسخنوه درجة متوسطة ما تفوش 50 درجة، ونشربوا داك الماء في الصباح الباكر والمعدة فارغة، المعدة فارغة كتشرب داك الماء. لقاو بأن الصينيين الآن عندهم واحد النسبة ضئيلة ديال السرطان وعندهم واحد البنية صحية سليمة تقريبا، ومن بين الأسباب عندهم وجبة أساسية وهي شرب الماء الساخن. فلقوا بأن بعض الناس عندهم سرطانات اللي واضبوا على شرب الماء الساخن واحد الكاس كبير كل صباح، كنسخنوا درجة تقريبا 50 درجة، وكنشربوا على الريق، وكنبقى واحد ساعة المكنة عاد ناكل. اش لقاو؟ لقاو بأن بعد بضعة أشهر 9 شهور 10 شهور كتلقى داك الأورام السرطانية تختفي، وهذا الناس داروا خبراء بطرق علمية دقيقة جدا، مع العلم أنه لن يؤذي الإنسان إلا من عنده ضغط شديد، لابد أن يستشير الطبيب المختص. فرحمة الله واسعة، ما تخافوش أختي للا نجات، لأن إلا بغى ربي عز وجل راه شافي. ومن بين أهم أنواع الشفاء، داووا مرضاكم بالصدقات. حنا كنا ملي كنمرضوا قبل ما نفكر نمشي عند الطبيب كنفكر أولا ندير الرقية، أنني ناخذ كلام الله تعالى وأقرأ القرآن الكريم لما قرئ له، وماء زمزم لما شرب له، كنقول يا ربي عندي صداع، عندي ألم، عندي كذا، اللهم شافي وعافي رب الناس، أذهب الباس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الشيء، هذا السبب الأول ديال العلاج. إلا تشافينا حمدناك يا رب وشكرناك، إلا لقينا بقى القضية فيها عسيرة كنفكر المرحلة الثانية اللي غنقوم بها هي العلاج بالصدقة. كناخذ واحد البركة ديال المال كنمشي نقلب على شكون اللي محتاج، ندق على هذا الباب نقول لك واحد البركة هكا اقضي بها كذا كذا، تدخل السرور إلى قلبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا داووا مرضاكم بالصدقات. بعد ذلك إذا تعثر بالي المرض شديد بزاف، ديك الساعة كنزور الطبيب، وربي عز وجل إلا درتي هذه الإجراءات غادي يخليك بمنأى عن الطبيب. الله يشافي ويعافي ويداوي لالا نجاة، وأسأل الله تعالى يحفظ لك الزوج ويحفظ لك البنية ويحفظ لك العائلة جمعاء. الله يسعد قلوبكم ونور طريقكم، غير صبري لالا نجاة، راه الخير إلى الأمام بإذن الله. وأكثري من الدعاء خصوصا هذه الأيام في شعبان، ونحن على أبواب النصف من شعبان، الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، تقسم الأرزاق وتعاد كتابة الأقدار. أسأل الله تعالى أن يشافيك ويعافيك ويسعد قلبك وكل من حولك وكل من قال آمين، اللهم ارزقه مثل ذلك وزيادة. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا ربي يا كريم. ونتحول أيها الأحبة الكرام من القنيطرة إلى إقليم بن ملال مع لالا لمياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور كريبان. مرحبا لمياء. بارك الله فيك دكتور، أنا فرحانة بزاف نشارك معك في هذا البرنامج. يا مرحبا بنتي، شرف اليوم نسمع صوتك. أكرمك الله بنتي، حافظك الله ورعاك. بارك الله فيك، والله فنشكرك على هذا البرنامج اللي تفوج علينا واللي تعطينا أمل في الدنيا
والحمد لله على كل حال. الله يحفظكم يا بنتي، الله يسعدكم يا رب. بارك الله فيك، الله يجعلك من أهل الجنة يا ربي وجميع المؤمنين والمؤمنات يا رحمن يا رحيم. يا ربي أمين. شكرا، بارك الله فيك. بغيتك دكتور قربان نتها معايا، أنا بقى بلا زواج. نعم بنتي. وبغيتك تدعى لي مع الوالدة ديالي يا رحمن يا رحيم. وبغيتك تدعى لي مع واحد الأب ديالي يا رب. الله يعمر ربي يهديه والله يعفو عليه، لا إله إلا الله. وبغيتك تدعى لي مع واحد الإخوة ديالي يا ربي يا كريم. مساكن ما عندهمش الدار، أي حاجة داروها ما تيسهلش عليهم الله فيها، لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الله يفرج على الجميع يا ربي يا كريم. الله يفرج على الجميع بنتي. انا راه شويه مرتبكه، اسمح لي اول مره تنشارك في الاذاعه، راه شويه. مرحبا للميا، الله يحفظك بنتي. احنا سعداء بالمشاركه ديالك وبالنيه اللي في القلب ديالك. اكرمك الله بنتي، حافظك الله ورعاك. شكرا لك يا لمياء. وغنبقي نقول لك لمياء، شوف اللي في الخير في والديه الخير غادي يعم عليه، واللي ما عنده خير في والديه ما ينتظرش الخير من اي جهه اخرى. انت يا لمياء فيك الخير في والديك، كتصل ببرنامج في اذاعه خاصه وكتطلب من المستمعين يهزوا لك فتحه للوالدين ديالك، بمعنى ان في قلبك خير. ومن كان مرضيا بالوالدين هذا عمره ما يخيب، لان الله عز وجل يستحي منه. الله تعالى يستحي من كل من كان بارا بوالديه. بر الوالدين يكون على قيد حياتهما ويكون بعد موتهما. بر الوالدين كيبقى مستمر مع الانسان. الناس اللي عندهم والديهم حيين خاصهم يكونوا بارين بهم بالمعامله الحسنه، بتقديم الخدمه، بفعل كل امر يدخل البهجه والسرور الى قلوبهما. هذا البر قيد حياتهم. وبعد موتهم كيبقى بر الوالدين، واخا ميتين كيبقى البر. باش يكون البر انك دائما تدعو لهم بالرحمه وبالمغفره في القبور ديالهم، انك دائما تصل الرحم ديالهم، كتوصل للرحم ديالهم كتسول على العائله. واخا كاين الحزازات وكاين الحسابات، ما تفكرش بهذا التفكير المادي البسيط، خليك كبير، خلي قلبك منشرح، وربي غادي يرزقك رزقا على قدر النيه ديالك. فكيبقى دائما بر الوالدين بعد موتهما بصله الارحام وبالسؤال على العائله والاحباب. بنتي لمياء، نطلب الله سبحانه وتعالى يطرح لك البركه في الوالدين ويشافيهم ويعافيهم. فهمت من الكلام ديالك ان الوالد ديالك مبتلى، ربما هذا النوع الابتلاء ما هو قد يكون سجائر، قد يكون اشياء اخرى، الله اعلم بها. لكن بغيتك بنتي لمياء ما تبقيش واقفه مكتوفه الايادي. الوالد ديالك اذا كان مبتلى بداك الشيء اللي على بالك، راه رمضان على الابواب، خاصك لابد بنتي لمياء تنصحيه. هي النصيحه من الاباء، من الابناء للاباء. سيدنا ابراهيم كيقول يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. سيدنا ابراهيم كان الوالد ديالو مبتلى، قالوا بانه كان يصنع الاصنام وكان على غير طريق الهدى. الاب على ضلال، ولكن الابن بدا كينصح باه، يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ممكن الابناء هما ينصحوا الوالدين ديالهم، وما خصوش يغفلوا. إذا كان الأب مثلا مبتلى بالخمر أو مبتلى بالسجائر أو مبتلى بالقمار أو مبتلى بأي كان زير نساء أو كان كذا أو كذا، فالفرصة خاص لابد الأولاد ديالهم ينصحوهم. لا خير في قوم لا يتناصحون. والنصيحة ديال الوالدين كتكون بالاحترام وبالتقدير. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. ملي تبغى تنصح شي واحد كبير المقام ما خصكش تسير مع الادب. النبي الكريم كيقول لك ليس منا، ليس من جماعه المؤمنين من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. اذا كان هو كبير المقام او كبير في السن وفي واحد البليه وبغيت ننصحه، ما تكونش السبب ديال الجراه، خاصني لابد نتكلم معاه باحترام وبتقدير وبموده باش ربي عز وجل يجعل الهدايه على يديك. فبغيتك بنتي لمياء تركزي على الوالد في هذه الايام. قولي الوالد دابا حنا في شعبان وعلى ابواب رمضان، ديري لي مفاجاه ساره، واخا ما عندكش المال، شري لي واحد الفوقيه ولا واحد الجلابه، واحد البلغه، شري لي واحد الطاقيه، واحد السبحه، مصحف شريف، شويه العطر. قولي الوالد بغيتك في رمضان نشوفك بهذه اللبسه، بغيت نشوفك ان شاء الله في المقدمه في المساجد، دائما في البيت ملي يدخل
تلفزيون وسائل الاعلام اللي عندنا كنشد شي قناه او كنشد شي اذاعه فيها برامج دينيه توجيهيه تربويه يسمع في الخطاب ديالنا وتير واحد الاشكال اللي عنده علاقه بكذا كذا ونناقشوا من الناحيه الدينيه لعل وعسى الانسان في الفطره عندك تصحاب الانسان اللي هو مغلق ما كانش واحد مغلق راه كل واحد منا فيه بدره الخير وهذيك البدره هي اللي قال فيها الله عز وجل فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله اي واحد رغب كلمه طيبه وبهديه هديه السرور بواحد المعامله حسنه راه ممكن يتحول بسرعه الى انسان من الراكعين الساجدين من المهديين المرضيين علاش ملي كنركز وكنوضع الاصبع على مكمن اداء للبدره ديال الفطره فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله بغيتك بنتي لمياء تكوني ايجابيه وسط العائله وحنا على ابواب رمضان وغتشوفي الخير اللي غادي يعم عليك وعلى الوالدين ديالك كتقولي خوتك ما عندهم زهر اشنو هو الزهر الزهر هو الحظ السعيد الحظ السعيد ربي قال لك وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم كل اللي عنده الحظ العظيم باش كيجيني الحظ العظيم كاين الحظ وكاين الحظ العظيم الحظ هو انك كتقرا كتنجح كتاخذ ديبلوم كتلقى خدمه كتخدم كتخلص كتلقى مع الحباب كيتهلاو فيك هذا حظ وهناك الحظ السعيد وهناك الحظ العظيم هذا مقام رفيع الحظ العظيم هي انت غادي والخير سابقك الباب قبل ما تدق عليه كيتحل بتلقاء نفسه كتدخل جيبك يدك في جيبك تلقى عامر بالخير كتقول غدا غدا ان شاء الله تعالى فطورك وغداك وعشاك مضمون من دابا الصحة والعافية ما تحتاج لا طبيب ولا راقم فين ما مشيتي كلمتك مسموعة ورايتك مرفوعة والخير يفيض عليك من كل جانب هذا كتسمى صاحب الحظ العظيم إذا دعا الله تعالى أعطاه وكيكون عنده القبول في الأرض وفي السماء هذا الحظ العظيم باش كيجي ببساطة كما قال الله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سياق الآية كيعطينا الله عز وجل الوصفة لبلوغ هذا الهدف المنشود وهو الصبر كن صابرا اصبر على ما أصابك الصبر واحد أداك ممكن تأديه لكن لا ما غنأديش حتى ربي أمرنا بالصبر واحد الإنسان عنده أزمة واش بقى يبقى يشكي يقول يا عباد الله واش هادي بلاد واش هادي حكومة واش هادي كذا يبقى غريك لا الحمد لله دابا يفرج ربي عز وجل اصبر اصبر حتى يأتي الله بالفرج إنسان مرض أصيب بمرض شديد عضال ما يبقاش غادي يبقى دائما يقول لنا شوف ربي اش دار لي يصبر يا ربي مرحبا بما أتيتني به جاك ضيق في الرزق اصبر تعثر عليك الزواج اصبر مزوج ولقيتي مشاكل عويصة اصبر دائما اصبر صبروا وصابروا ورابطوا ملي كتكثر من الصبر انت راه ما فهمتيش انت راك كترتقي من مقام الى مقام كل تجربه مريره تمر عليك وتصبر وتحتسب انك ترتقي من مقام الى مقام ترتقي في مدارج السالكين الى مقام اياك نعبد واياك نستعين فاذا وصلت الى المقام المحمود ديك الساعه صرت من اللي نقل فيهم الله تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم ديك الساعه الخير يعم عليك كاين هذا الحظ السعيد كيجينا بالصبر وكاين الحظ السعيد يجينا بحاجه اخرى سهله مهله ما هي الحاجه السهله هي الاكثار من الصلاه والتسليم على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي ما يقدرش يصبر بحالنا كان ضعيف ما يقدر يصبر خاطره على قد الحال راه ممكن يستعيد ذلك باشياء اخرى ما هي الاكثار من الصلاه والتسليم على مقام رسول الله الضعفاء بحالنا يقلبوا على واحد الحاجه تمسكوا بها طوق النجاه ربي عطاها لنا في مثل هذه الايام في النصف من شعبان نزل على قلب النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في مثل هذه الايام حينما نزلت فتح الله تعالى لنبيه كل الابواب المغلقه جميع الابواب المغلقه اللي كانت مسدوده على النبي الكريم فتحت كانت قلوب المشركين قلوب مسدوده سيدنا النبي ما بقى كيدعيهم الى الله
يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم ادخل معه في الجهاد والحروب والمعارك والغزوات والهما يشدد. حينما نزلت هذه الآية دعا الله تعالى لهم الهداية ففتحت قلوبهم للإيمان، فإذا بالناس كلهم ولا كيدخلوا الإسلام. مكة المكرمة اللي كانت مغلقة وكانت ممنوع منها الصحابة يدخلوا لها فتحت مكة. احتقل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. نعيم، حينما نزلت هذه الآية صافي انتهى كاع المشاكل اللي كان كيعاني منها النبي الكريم. كان يعاني من 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 العناد ديال صناديد قريش، كان يعاني من إغلاق أبواب مكة عليه، كان يعاني من الفقر، كان يعاني من الحاجة، كان يعاني من مجموعة من المكاره. لكن حينما أنزلت عليه هذه الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاءه المفتاح، مفتاح الفرج، ففتحت الأبواب المغلقة بدءا بالكعبة المشرفة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم فتحت قلوب العرب، جميع القبائل اللي كانت مناوئة ومناوشة فتحت أبوابها وقلوبها، قبائل قريش وقبائل تميم وقبائل حمير وقبائل غطفان وقبائل كل المشاكسين أسلموا، ومن ثم قضي الأمر. فكان بغي نقول للأحباب الكرام اللي ما عنده زهر حدا من جوج، إما يكون من الصابرين يصبر ويزيد يصبر إلا عنده الطاقة ديال الصبر، ما عندوش الطاقة ديال الصبر بحالنا على قد الحال يكثر من الصلاة على النبي، وربي عز وجل سوف يأتيه بالأرزاق من حيث لا يدري، لأن الله تعالى يقول لنا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. الحسابات كلها اللي عندك غير حيدها، حتى ديك الكالكلاتريس اللي كتحسب بها غير حيدها، لأن الله تعالى يعطيك بلا حساب، إنه على كل شيء قدير. أسأل الله الواحد الأحد للنجاة، الله يجعلنا وإياك من الفرقة الناجية في الدنيا والآخرة. وأسأل الله تعالى لمياء يا ربي، أسأل الله تعالى أن يحفظك ويحفظ الوالدين ويحفظ الإخوة والأخوات، ويعطيكم الله القبول ويرفع عنكم الموانع والعكوسات، ويجعلكم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وادخل علينا وعليكم العواشر المباركة المسعودة بالخير والفتح والرزق والبركة ونهاية المتاعب. الله يجعل العواشر المباركة تكون لنا وإياكم آخر الأحزان وبعدها إن شاء الله أفراح ومسرات وفتوحات وكرامات وعطاءات وإشراقات من عندي رب العالمين الذي هو نور السماوات والأراضين. آمين آمين يا ربي يا كريم. ونتحول من إقليم بني ملال إلى إقليم بوجدور مع أختنا لالا لطيفة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب الحال لبس عليك. أكرمك الله للطفة. يا مرحبا بك للا. مبروكة بالصحة والسلامة إن شاء الله. الله يعليك من شان أقول لك ما عرف كيفات لي الهدرة. الله يحفظك للا. أكرمك الله أكرمك الله وبارك الله فيك. دكتور الله يجزيك بخير والله يوقف معك. يا رحمن يا رحيم. نطلب منك واحد التعويض الخير الله يسعدك بخير يا ربي يا كريم. واحد التعويض الخير لوليداتي الله يرحم لك لوالدينا دكتور يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا كريم. شنو اول تحية واكبر تحية وتقدير واجلال نوجهها للسيدة الفاضلة اللي عطتنا واحد الدكتور بحالك دكتور. استغفر الله الله يكثر خيرك. فاش نقول لك والله العظيم الحلم ديالي نتلقى بك ونبوس لك راسك ونبوس. استغفر الله استغفر الله اختي الله يكبر بك لطيف الله يعلي مقامك لالا. والله العظيم اقسم بالله الحلم ديالي نتلقى معك ونبوس لك راسك. استغفر الله لالا الله يعطيك العز والنصر والتمكين لالا. انا شنقول لك دكتور انا كنت هضرت معك ديك المره بوجدور قلت لك ام ريان. اياه لالا ام ريان قلت عليك لالا لطيفه اياه لالا. طلبي الوحيد دكتور هو انك تدعي لي مع الوالد ديالي الله يرحمه. يا رب يا رب. الوالده ديالي راها مريضه شويه. يا رب يا كريم. الله يجازيك بخير من ديك النهار اللي دعيتي معاهم دكتور ما طيحوا الفجر. تبارك الله. الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. جوج بهم معمرهم ديك النهار هذاك ما طيحوا صلاه الفجر. هنيئا لهم. فرحانه بزاف دكتور بهم. ودابا دكتور نطلبك دكتور تدعي معايا غير واحد الدعوه. يا شارك من بلي بواحد ابتلاء خطير. لا اله الا الله الله يفرج. مع رجلي دكتور البارح هضرتي على حقوق
الابناء على الاباء. نعم لاله اياه. انا ولادي مهضومين حقهم عضهم قسما بالله، مدمن على القمر وفهمتي، وكنا في واحد الحال ورجعنا لواحد الحال، اعوذ بالله، واحد الحاله يورث لها قسما بالله. دكتور انسان موظف سلم 11 وما بقى دابا ما يبقى ليه والو، ما يبقى ليه والو، القمار خطير جدا. ما بقى له دكتور، ما بقى له حتى شي حاجه. لا اله الا الله. سيد عنده سلم 11 الدرجه 10 وفي البي وما كنلقوش ما ناكل. ما بقى ليه والو، يكون اوغيشال ولكن غيبقى دائما الا كان القمار يبقى دائما ما عنده والو. ما عنده والو دكتور، دابا الكريديات راه وصل 120 مليون كريدي في البقاء في الارض. لا اله الا الله، لا اله الا الله. المؤسسات البنكيه الكبرى ما بقاتش كتعطيه. وصل واحد الحد ديال 45% ما بقاوش كيعطيو الكريدي. ما بقاش نعم. دابا ولا كيلتجا للمؤسسات الصغرى. لا حول ولا قوه، غادي يغرق. لا حول ولا قوه الا بالله. ومؤخرا دكتور مشى للبلاد ورجع وقال لي مشيت الوالد توفق لك طلبهم بالحق ديالك وبيع ديك الشيء وعطيه لي. لا حول ولا قوه الا بالله. انا غير كيفاش ما نكذبش عليك، انا طلبي الوحيد ديالك وجدتي غير معايا كيفاش نسلك، فهمتي رجائي الوحيد هو كيفاش غير نتفارق بلا ما يتاذوا لي وليداتي. الله يجمع شملكم يا ربي وطفي الغضب ويغنيكم الله من فضله يا ربي يا كريم. تحول لواحد الانسان، كان انسان طيب، وكان قال لي ديك الشيء كنت كنديرو معاك غير قبل ما تعرفني على حقيقتي. صافي النهار اللي عرفت السيد راه كيلعب القمار وما بقى له حاجه، اعوذ بالله، رجع لنا واحد الانسان واحد اخر. دابا ديما المعيور، ديما الهضره ما كاينش، ديما راني في واحد شنو غنقول لك الدكتور، اقسم بالله الا من ديك النهار وانا كنتسنى كنقول يا ربي اتصل بالدكتور كريدان غير دعي معايا غير دعوه للناس المستمعين كلهم يامنوا يا ربي باذن الله. لا اله الا الله. اختنا لطيفه انقطع الخط معذره، قلوبنا معك اختي، قلوبنا معك. اختنا لطيفه وضعت الاصبع على واحد الجرح عميق كاين في المجتمع، واحد المجموعه ديال العائلات كتكون الشمل ديالها مجموع وفي لحظه من اللحظات تصاب بالانهيار، والسبب كيكون رب الاسره مبتلى، اما مبتلى بالخمر مدمن خمر، واما لا قدر الله كيكون مدمن قمار وهو اخطر وانكى، لان صاحب الخمر يصرف الفلوس كلها وملي كيسالك يبقى يتسلف وما كيردش، لكن صاحب القمار هذاك ابتلاء اخطر وانكى. يقدر الانسان يقمر بكل ما يملك وملي سالي يغرق نفسه بالكريديات اكثر مما كان يظن، وملي سالي يقدر يبيع اي حاجه. كنعرف واحد باع بنته باعها، باع لان خصو يقمر، قال ليه بنتك جميله وشابه عندها 17 سنه، باعها وقمر بها، وصل به الدناء انه غادي يضيع فلده كبده وغادي يضيع الشرف ديالو. علاش؟ لان القمار الا مشى تتمكن من الانسان كيرفع عليه القلم، كيعود مرفوع عنه القلم، ما بقاش عنده القدره للتفكير، غادي كيغرق ومازال كيزيد يغرق. الغريب في الامر انه لا يغرق بمفرده وانما يتسبب في غرق بقيه افراد الاسره. لكن اختي لطيفه، رغم ان الوضعيه متازمه عندكم وشديده فعلا، لكن ما نسوش ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان يغير الاشياء. ربي كيقول في كتابه العزيز يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. خلينا من التفكير المادي اللي كيقوم على احصائيات وارقام واضحه منطقيه وعقلانيه، نرتقي للفكر الرباني اللي قال فيه الله عز وجل يخرج الحي من الميت. واش واحد ميت اتخرج منه حي؟ اي نعم. واحد اخر حي تخرج منه ميت؟ نعم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. لطيفه، حينما جاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكان مع الصحابه، راه كان مجموعه صحابه كرام، كان مخمر وكان مقمر من الصحابه، كان كيشرب الخمر وكان كيلعب القمار. فنزل القران الكريم تدريجيا تدريجيا. واحد الصحابي كاع صلى بهم الصلاه وقرا قل يا ايها الكافرون وغلط فيها وخلط، قال قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون وتعبدون ما اعبد، ينزل الايات انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. في الاول الايه ديال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري السبيل حتى تغسلوا. لكن من بعد ربي عز وجل غادي ينزل الايه اللي فيها المنع من القمار ومن الخمر، انما الخمر والميسر
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أحسن طريقة ممكن يقضي بها إبليس على بني آدم هي الخمر ثم القمار ثم النساء. إبليس عنده طرق كثيرة لأنه عنده عداوة مع بني آدم، كل مرة كل وقت يدير مدخل، كل واحد عنده أسلوب، هذا عنده بالوسواس، هذا عنده بالغرور، هذا عنده بالكبرياء، هذا عنده ولكن الفئة اللي سهلة عنده هما المخمرين، هما المقمرين، هما زيروا النساء اللي كيبغي النساء، هذا سهل أكلة سائغة عند إبليس. ومع ذلك مجموعة صحابة كانوا مع النبي الكريم فيهم هذه الصفات، لكن بقوة الإيمان واليقين ربي عز وجل نازع من قلوبهم حظ الشيطان. دي مدعي مع ابنتي لطيفة، مع الزوج ديالك راه أبو أولادك، الطلاق ليس حل. كاين بعض النساء كتقول لك زوجي مخمر، زوجي مدمن قمار، أريد طلاقي، أريد صراحي، هل هذا حل؟ يبقى دائما أبو أولادك، من اللي كيطلق عاد كيغرق. كنعرف شحال من واحد كان مسكر مخمر، ملي طلق صار مدمن وصار الكوليك، صافا فقد الوعي نهائيا، والولاد تشردوا، والمراه اصبحت مطمع لرجال اخرين، لان المراه المطلقه مثل الحديقه بدون سياج. وكان شحال من واحد كان مقمر، ملي المراه طلقته زاد وضعيته استاءت، هو ملي ما لقى ما يدار شاف راسه حل وحل انتحر والعياذ بالله. احنا ما نبغيو هذه الحاله نوصلوا ليها، اللي بغيناها لاله لطيفه هذاك الرجل هو ابو اولادك، وانك دوزتي معاه حياه طيبه، دوزتي معاه الزفاف، دوزتي معاه الايام ديال الشهر العسل، دوزتي معاه الحمل الاول والعقيقه والسبوع، دوزتي ايام طيبه ما نساوهاش. لكن دابا الان هو مبتلى، انا غنقول لك شوفي الزوج انا مبتلى، ما تقوليش بانه مجرم، بانه مذنب، بانه خطير، قولي هذاك مبتلى. هل واحد الانسان اصيب بمرض عضال، طب بسرطان او بسكري او باي مرض خبيث، واش نتركوه نخليه نقول له راه معدي؟ لا، خصنا نحتضنوه ونبقاو معاه. اول ما غتعاونيه لاله لطيفه هي بالدعوات، دعي مع الله تعالى بالهدايه. راه كان الصحابه اللي هما مبتلين بالخمر وبشرب المسكرات وبالقمار كانوا كيقولوا الدعاء، اش يقولوا فيه؟ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. ظل الصحابه يقولون هذه الدعوات، فاذا بربي عز وجل يرفع عنهم العنت وينزع منهم حظ الشيطان، وصاروا وكان الملائكه في السماء تريد ان تنزل الى الارض وتصاحبهم في الطرقات. فلا تخافي ولا تحزني اختي لطيفه، عوني غير بالدعوات الصالحات. ديما في سجودك قولي اللهم حبب اليه الايمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من عبادك الراشدين. لطيفة، مسألة ديال المال والكريديات فعلا المبلغ كبير، موظف إشيل أونز عنده 120 مليون ديال الكريدي، صعيب الوظيفة العمومية غيبقى خدمتي ياخذ لوغوتخيت، ما غيجمعش هذا القدر من المال، خاصو يقلب على منافذ أخرى للعمل. كاين الناس اللي خدامين بالليل خدام بالنهار يقلب باش يكمل الديون اللي عليه. المهم انه لان الديون صعيبه، الانسان اذا توفى لا قدر الله، راه كان النبي الكريم اذا جاء الجنازه يقول لهم هل عليه دين؟ اذا قالوا عنده عليه دين كيقول لهم صلوا على صاحبكم، ما يصلى عليه النبي الكريم، لان الدين خطير، خاص الانسان يؤدي الحقوق الى اصحابها. الناس داروا فيه الايمان والثقة وتعاونوا معاه ما يغدرهمش، خاصو يرد لهم الحقوق ديالهم، خاصو باش يرد لهم الحقوق سهله، سهله جدا. علاش؟ حيت ربي قال لنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. إذا بغى ربي رزقه رزقا حسنا كثير جدا. لن أطيل عليك أختي لطيفة، قولي للزوج ديالك وانتي معاه صلوا على النبي كثير، صلوا على النبي على النبي على النبي، وغتلقاي سبحانك يا جليل الأبواب المغلقة تفتح، الخيرات تعم والأرزاق تأتي، ويقضى الدين ويرجع الى الهدايه والرشاد، ويجمع الله الشمل. احسن دواء اقول لك بعجاله، اكثري من الصلاه على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاله لطيفه، انت من بوجدور واقاليم الصحراويه، معروفين عندهم الحضره، عندهم المحاضر،
المحاضر كيجيو اهل القران واهل الذكر من اللي كيسانيو كيبقى يصلوا على النبي، ملي كتصلوا على النبي كثيرا كن مطمئن الرحمات سوف تتنزل والارزاق سوف تعم والهدايه سيشيعها الرحمن في القلوب اجمعين. لنصلي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على ايقاع هذه الانشوده الجميله من اقاليمنا الجنوبيه في الصلاه على رسول الاكرم صلى الله عليه وسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Spider-Man.
الجوله ديال الدم.